فريق الكرة الطايرة بنادي الزمالك تحت 17 سنة بقيادة كابتن حمادة مجاهد فاز على وادي دجلة بنتيجة 3-0 في المباراة اللي خلصت من شوية، وكانت مباراة مؤجلة في بطولة منطقة الجيزة. الفريق هيعمل يوم الاثنين هيقابل او هيلاعب يوم الاثنين اللي جاي مباراه امام صيد الدقي على صاله النادي في الجوله الاخيره. وعايزه اقول لكم انه في المباراه دي الزمالك يكفيه الفوز بشوط واحد خلال المباراه ليتوج بالبطوله بعد ما نجح ما شاء الله في الفوز في كل الماتشات تحقيق العلامه الكامله، ولكن الجهاز الفني واللاعبين عندهم اصرار انهم يفوزوا في الماتش الاخير وينهوا البطوله بدون هزيمه واحده. كل التوفيق طبعا للفريق اللي بيضم لاعبين مميزين هيكونوا إن شاء الله مستقبل فريق كرة الطايرة بنادي الزمالك.